بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أولا ولا يخفى على أي حد من طنجة للقويرة ولا أي واحد يشتغل في اللي هو في القطاع السياحي، لا يخفى عليه أنهم ضرور، ماشي 100% 2000%. أول شرط وأول حاجة كنطلبوا من الحكومة هما فتح الحدود. هذه القضية ديال إغلاق الحدود راه لا تجدي بشيء، مادام هذا الاغلاق ديال الحدود وحسب تصريح ديال وزير الصحه بانه 97% ولا 95% ديال الميكرون كيف هنا، اذا ليش هذه الحدود؟ ليش مسدوده هذه الحدود هذه؟ انا غير يقول لنا ليش مسدوده؟ الا عندهم هما شي رؤيه اخرى ديال حنا غير يصيفطونا يفقرونا ولا يصيفطونا للحبس ولا ما عرفت شنو هو ولا شي حاجه اخرى هما ما عرفناهاش حنا، يقولوها لينا وحنا نعاودوا نشوفوا واش نقلبوا على شي حاجه اخرى ما نديروا، واخا حنا ما تنعرفوا نديروا شي حاجه اخرى كنا يقول لنا نمشيو نديروا شي حاجه اخرى ونشوفوا الله اعلم. الله البنوك اخويا راه والله اقسم بالله انا كنحليكم بالله العلي العظيم، اليوم في هذا التاريخ ديال هذه الساعه في هذه الوقفه هذه الا عيطوا لي جوج المرات شركه ديال القروض مع هذا الصباح هذا، وتصوروا دابا انتم هذه المساله هذه عيطوا لك شركه القروض مع الصباح، عارفين بانه حنا دابا الان الحدود مغلوقه شحال من شهر وحنا سادين وسادين علينا بعنوتان وبكل شيء الى اخره، ولحد الان فهي مسدوده هذه الحدود، هذا تيطالبونا بنعطيو المستحقات، واش هذا ماشي ضحكه عباد الله؟ بالنسبه للسياحه الداخليه واش ما عتقات والو كتب؟ اودي الله يهديك اش من السياحه الداخليه، شكون تيمشي للسياحه الداخليه اصلا؟ شكون؟ اش عنده؟ كيمشيو بلاتي غنقول شكون غيمشيو للسياحه الداخليه، راه ما كيمشيوش الناس اللي هما كيتخلصوا بواحد 4000 درهم ولا 5000 درهم في الشهر، الله يكون في العوان، راه يلاه كتقدم هما مع داك الشيء اللي باش كيدوروا. السياحه ديال هاد تقول لي الناس كيجيو مراكش، راه ما كيجيوش ولا طيرات مراكش، الناس اللي هما العاديين اكل حتى تجي عنده خالته وعمته ولد خالته تيجي عنده تيطلع عنده في الدار يبات عنده في الدار وفي وسط النهار عاد كيمشي يجيب دويره في المدينه يمشي يجمع الفنا يمشي يدور السوق يمشي كذا، هذا اما بالنسبه تقول لي الناس اللي كيحركوا السياحه راه هما الناس ديال السياحه، راه هما الناس السياحه، هاد اللي العامل اللي كتشتغل في السياحه هي اللي كتخبط هذاك الكونجي ديالها وكتبغي حتى هي تحرك خوتها في مدن اخرى وكتعاون معاهم. بالنسبه لنا فطلبنا مقترحات اللي هما الهيئات بربعه وسيناو عليه اللي هو تغيير دفتر التحملات والرفع الرفع الرفع راس المال ديال الشركه اللي هو خاص يكون الرفع من 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 راس من راس المال ديال الشركه، وكذلك تحديد العدد ديال السيارات، هذا بدون نقاش هذا دفتر التحملات اللي كنقولوا، اما هو الاساسي والاول هو ندخلوا حتى حنا في كونترا بروغرام مع وزارة السياحة، لأن حنا خصنا نبغوا هذا القطاع هذا واش تابع للسياحة ولا ماشي سياحة؟ إلا كنا حنا وزارة كنا حنا سياحة تابع للسياحة نعرفوه، ولكن حنا قطاع تابع لشي تخربيقة أخرى ولا شي حاجة أخرى يقولوا لنا وصلنا به هادشي اللي كاين. لا والو 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 أخويا ذاك حاب ديك شعرة معاوية اللي بينا وبين وزارة السياحة مقطوعة ما عندناش، ما كايناش كاع ما كاين حتى شي حاجة ولا حتى نقاش مع وزارة السياحة ولا حتى كتحل، ماشي تحل غير الباب غير شرجم غير واحد العوينه منين تشوف ديال وزاره الصحه ما كايناش ما كاين والو، ولكم جزيل الشكر وحنا كنشكروا من المنبر جميع الصحافه وكل من تواكبنا وكلهم هاد الناس اللي هما لا سلطات ولا كل شيء ولا اي حاجه وحنا كنشكرهم. وقفوا لنا القروض بطبيعه الحال، حنا راه من ندخلوا كونترا بروغرام راه فيها وقفوا لنا القروض وقفوا لنا كل شيء فيها. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.